الله، أمس كلمت واحدة من الشباب، وينك وش أخبارك وأحوالك؟ قال والله أنا في الاستراحة قاعد نزينها. يا أخي الأيام هذه مو بأيام استراحة ولا بأيام مرض وهم وخوف وفقر. قال وش صحي أنت؟ الأمور إن شاء الله نزينة وأحوال طيبة، وبالعكس قاعد نضبط استراحتي إن شاء الله على أمل إن بتنجلي وإني بنبسط أنا وعيالي واستانس. يوم قال لي ذا الكلام هذا سبحان الله أثر في كثير تفاؤله إن شو اسمه الأمور طيبة صراحة، إنه كلامه نعنشني. قال والله أنا شغال ومدهر أمور إن شاء الله أنا زينة وأحوالنا طيبة. الكلام هذا يخلي الواحد ينتعش ويخلي الواحد يتفائل بالمستقبل وينبسط ويستهرس. بعض الناس اللي كلمت يكسر مجاديف وكل فقر والموت جاك الذيب جاك ولاد يروعك بالليل والنهار. هذا ذكرني بقصة للشيخ ابن سعدي الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين صاحب التفسير راعي عنيزة. مرت من المرات مر واحد من جيرانهم ولقاه يزين المرازيم حقة الموية استعدادا للمطر ويواسي السطح، وهذا قال لجاره خير إن شاء الله يا شيخ وراك ما بلا مطر ولا محزنون. قال إلا بكرة إن شاء الله في استغاثة، بكرة في صلاة استغاثة ومن الحين يرتب سطح بيته للمطر لا منه نزل. شوفوا كمية الثقة اللي عند الشيخ، يواسي بيته ويزبطه ويرتبه استعدادا للمطر، لأنه بكرة في صلاة استسقاء في لا منه دعا بيستجيب الله، واثق ثقة تامة. أكيد أنه أكثرنا يدعو هالأيام لأن أول رمضان، الشيء الثاني الخوف من الطاعون، الخوف من الفقر، الهم، الحزن، هذه تخلي الإنسان يدعو. سؤال، هل إحنا يعني هيئنا أنفسنا باستقبال الفرح والتبشير بهالدعاء اللي إحنا دعيناه، ولا ثقتنا ترقل؟ سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء اللي يدعي ليل ونهار، هذولا من أحب الخلق للخالق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين اللي يتوكلون عليه، خلاص أنا دعيت ربي لن يخيب ظني. عندي قصة ثانية ذكرتها قبل شوي، هذا واحد أيام الملك سعود يشتغل سواق، وأظنه يشتغل عند الملك الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين. الصديق اللي يبدو ما ادري والله هو سواق او قهوجي، دائما يسولف وياه ويعلم بعلوم المزرعه دي، وان شاء الله نبي نروح له ونبي نستانس ونبي نسوي وذا ونبي نطبخ ونجيب ذبحتنا ونسوي قهوتنا، تعرفون السواليف هذا. ويمني خويه بالروحه والجيه، لعله ان شاء الله جت اجازه ولا شيء ولا عطوان رحت انا وياك. المهم تيسر له ماكل يوم اجازه وراح هو خويه للمزرعه. وصل المزرعه الينا المزرعه شهبا الهبا تروع يابسة، قايل تنسدها ونخيل وحالتها حالة يدور خير إن شاء الله، مصفرة وحالة ما يعلم بها رب العالمين. جاء العامل، طبعا هاك الأيام ما كان فيه وافدين ولا أجانب اللي يشتغلون سعوديين، نشهد العامل خير إن شاء الله وراه وش اللي صاير. قال يا عمي أنا والله لا أعرف أكتب ولا هم يحزنون، حاولت أتواصل معك، كلمت الجماعة سووا له برقية علموه، عندهم المكينة خربانة وعندهم البير ما أدري إيش يبغاله وعندهم ما أدري إيش، ويقول أحد انفزع معي. المزرعة منقطعة عن هلما لها فترة، قام وقال الخوية نزل الأغراض ونادى العامل مدري والله شجب ومدري شجب، وقام هو وقام خوية يسوي القهوة، وقام خوينا يتوضى. قال خوية خير إن شاء الله ولك توضى. قال بستغيث. قال تستغيث الحين؟ قالي. قام فعلا الرجال وتوضى وصلى واتجه للقبلة يدعي. ما أدري والله هو صلى صلاة استسقاء ولا صلى على ركعتين، المهم إنه يوم نقضى صلاته قام يدعي ويقول يا رب يا رب يا رب، ويلح على الله بالدعاء ويقول الحين الآن يا رب اليوم يا رب الحين يا رب، وينادي وينادي الله سبحانه. وخويه جالس ناظر فيه ويسوي القهوة. يقول خويه اللي ولده اللي علمني بالسالفة، قال يقول أبوي يقول يوم أخذت شوي لو والله يوم جتها كالسحابة فوقنا، يقول ويتمطر، يقول والله يا جانا شيء والله إنما تقهوينا ألا والقية اللي هي سوازي تمشي من الماء والبرد. سواق بسيط عامي يعني الله أعلم بحاله وظروفه، لكنه واثق إنه إلى منه نصر الكريم سبحانه وتعالى إنه ما هو مخيبة. انصوه وأنتم واثقين وابشروا بالخير، يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
دعوة الداعي إذا دعان، يقول فإني قريب، ما قال قل فإني قريب، لأنه ما يبغي طول المسافة سبحانه وتعالى، يبي يقول ترى إني قريب على طول، بس أنت دع وألح وثق وأبشر بالإجابة. السلام عليكم، مع السلامة.